19 دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم، حبي يتبدل يتجدد، ما نحن حبنا لكم عمره لا يتبدل، ديما يتجدد. هكا غنى الهادي جويني وهكا رجعنا في الساعة الثانية. مش نستقبلوا شاب الوسيم، قال الراجل شاب، قال حبيب اي شاب الجميل. مرحبا بك، مرحبا بك مدام نبيلة، مرحبا بك انت وحبيب كيفت مدام وزيل نبيلة. مدموزيل زيد هو في إطار التفخيم والتوقير وكذا. وليش فما كنت حاجة أخرى لبرا رسميت هذي؟ عليش بلبل اي كيما اوكي، مرحبا بك بلبل الأخير، صح الحجامة، يعطيك الصحة يعيشك. وإن شاء الله هذيك هي شوية أجواء جاي عيد وكذا، نحاولوا معناتها الواحد يبدل شوية. وساعات رخصة نفسانيا كي تحس روحك هكا متقلق شوية، حاول تبدل حاجة في الديكور. هذا اختصاصنا نحن النساء، تتقلق شوية تبدلوا شعرك. كيف 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 بدل قصة شعرك؟ لا انا الامور هذيك ما ندخلش فيها بالحق. ما قررتش اللون. لا لا اللون المره الاخرى قلنا في القري هذيك بعامل الزمن توجيب بطبيعته الوقت هنا جايين تو نجيبوا الناس كل بقدرة ربي جايينها الناس كل. باش نحاول نعطي بعض الحاجات اللي تحكيو البارح، لانه نبيل فما برشا حاجات على مواقع التواصل الاجتماعي وبالحق برشا حاجات خطيره قاعد نشوف فيها. ممكن توجي نهار نخصص لهم نهار ما يكونش الصباح، لانه جينيرالمون نشوف في برشا حاجات مش نتاع ما تزيدنا شيء وما تقرب منا حتى شيء، مش نتاع الصباح ومش اكبر منها، مش نتاع الصباح، مش نتاع اكتواليتي باش الناس تحكيها معناتها وتستاهل. ما هات نحاولوا الحاجات اللي ممكن تعاون او تنفع الناس، هذا الكل فين نحكيوه في زابينك. تحية طيبة مشاهدي الكرام. لا إله إلا الله. إيه راح تنتظر؟ أمور رمزية في كل ولاية يفتقد فيها الشهداء. أنا بابو سيفل. كروي موسي بابو سيفل. زابينج. مرحبا بكم في الزابينج. نبداو بالاخبار الايجابيه. مواطن من اريانا يتبرع بعقار قيمته حوالي 12 مليار من المليمات لبناء دار ايتام. وزيره البارح وزيره المراه السيده امال الحاج موسى وزير ملك الدوله سي محمد الرخيق اللي تبارك الله زوري وزير ملك الدوله كان حاضر حتى في توديع الحجيج، نشط في الامور هذيا، دشنوا المقر هذيا ب هو طاقه الاستيعاب نتاعو تقريبا 75 سرير، فيه تقريب كل شيء، فيه الاسانسير، فيه معناتها الحم، فيه السونا، فيه كل شيء كل شيء. وهذا المواطن تبرع به وسميه على اسم ماماته اللي اسمها ام الخير، هذا اسم العقار هذيا. وان شاء الله ربي يجعلها في في ميزان حسناته. وراه غزولي التبرعات راه مش بشرط هي تكون كان جامعه كاوره، باهي انك تتبرع بجامعه، اما تتبرع بمدرسه زاد كيف كيف، مدرسه وجامعه يا حبذا زاد كيف كيف، علاش ما تعملش هكا دار نتاع ايتام؟ بلاصه اللي تنجم تعاون بها الجهه نتاعك، المواطن هذا يخمم ويظهر لي ان مثال يحتذى به على الاخر. وان شاء الله ممكن نرجعوا له، كان نجمنا نتحصلوا عليه، لانه هو ما حبش يتكلم وما حبش يتكلم وحب تقعد الحكايه هكا كمتطوع غير معروف. نمشيو للخبر الثاني، ما حكينا على البكالوريا. البكالوريا فما ارقام مخيفه نبيله، 230 حتى الان، 230 حاله غش موثقه، شبكات ودنيا وريزويت وريزويت. وفما بنيه هزوها للسبيطار لانه عندها الحمص بتاع الكيت وحلت لها في اذنها. والبارح فما خبر مفزع اللي هو ما نجمش ناكد بالضبط اللي سيناه بالضبط، من المؤكد انه صارت 17 حاله غش في ليسي واحد في قسم واحد. وكعلاش مش يمشيو يبحثوا الكل؟ جوستومون معناتها فما فويت من ناحيه معينه، 17 تلميذ في قسم واحد في ليسي واحد. ليسي لانه كل واحد يعطي اسم، ما نحبش نعطي اسم معناتها نسيء السمعة بلاصه معينه، ما راهو يلزم يتم فتح بحث. هو ساير اكيد راه فما بحث، وإحنا حكيت مع حبيب شغام على الايقافات اللي صارت، فما ناس جهه الحاكم للدار معناتها سايب بالاتصالات وكذا. والاستاذ ولده ايوه استاذ ولده، هي هذيك اكثر حاجه صدمت بالحق، صدمه كبيره ياسر. نمشي للخبر الاخر اللي هو ما نعرفش هل عنده علاقه بالواقع او لا. سيد مدير التجاره بتونسي اكد تخفيض اسعار الظأن وتجديد العقوبات على المخالفين. انا ما نشريش الظأن الحق تاع ربي، تو ان شاء الله بعد العيد يطيح سمو شويه، تو ان شاء الله نخلطوا النجمو نشريو اللحم العلوش، لانه الاسوام بلزموها معناتها غاليه شوي. اما لهنا وقت اللي تم تسعير اللحوم معناتها نحكي على اللحم العلوش واللحوم الحمراء، كي تم تسعيرهم اختفوا وسبحان ربي من السوق. اللي صار لهنا كي سالوه السيد مدير التجاره قال لهم راهو صحيح الكلام تاعكم صحيح، لانه اختفوا من الاسواق معناتها سواء في المغازات الكبرى اللي يشروا منها اغلب الناس او في البيعه بالتفصيل، نحكيو على القصابه المنتشرين في كل بلاصه. لهنا قال لك وقت اللي سقفنا الاسعار اختفى سبحان ربي. اللي صار انه عملوا حملات نتاع مراقبه، وحملات مراقبه مشاو حتى لداخل معناتها المغازات هذوما من داخل الفريجو نتاعهم وخرجوا السلعه هذيك وفرضوا عليهم باش يبيعوها للمواطنين. لهنا نحاول نعطي الحق للناس الكل نبيله، لانه فما الناس تشري بسعر كلفه، نتصور
اغلى او يقرب شوي او ما فيهوش يمشي ربح كبير ياسر مقارنه بالسعر اللي سقفوه تويك. اما راهو ما دام هبط قرار يزمك تتبعه، معناتها انت ترضى ان اللحم يتحط ويفسد وكذا وما يتباعش للمواطنين على انك تبيعه بسوم ما فيهوش ربح كبير، او ممكن حتى كان خساره باش تكون خساره طفيفه. هذه ممكن الحاجه اللي قلقت برشا ناس. وفما موضوع اخر زاد حكيته البارح مع الحبيب شغام، وحكايه الشركه الاهليه بقبلات اللي تبيع في العلالش على 18 دينار. الخبر مش دقيق جدا، رغم اني البارح سمعت تدخل لسيد معتمد قبلات نوفل زياني في تصريح لإذاعة الشباب حكى فيه انه السوم العلوش وصل في قبلات ل 17 دينار. اما هات نعطيك شهادات من بعض شهود العيان اللي ممكن حضروا غاديك وكانوا موجودين على عين المكان، قالوا انه السوم العلوش هذاك نتاع 17 و18 دينار للعلوش اللي هو الكبير في الحجم في العمر في التجربه في السي في في كل شيء، معناتها مش هيك العلوش اللي نجم يعيد تقع علوش عمره 4-5 سنين او حتى ممكن اكثر شوي. دو فاسون كي باش تحطه على الميزان راه باش يتهلك في المليون 400 مليون و500. فما شكون من الزملاء مشاره حتى قبل لا تبيعهم يشري من غاديكا يا اخي تصدم، لا علاقه بال. انا كان في بالي شهاده بركه كنت ما كنتش ناخذ عليها برشا، اما راهو جاوني برشا شهادات قالوا لي وضح المعلومه هذه باش الناس تعرف راهو ماذا بينا ما نغلطوش العباد. فما صحيح نتاع 17 18 اما راهو مش علاش يكون مثلا انت باش تمشي تاخذ العلوش الصغير اللي للاسف ولات الناس الكل تعيد عليه، خاطر قبل كان عباره على وسمه عار، واحد يقول لك شو خذي علوش قد شنو، مي تو هذاك العلوش اللي قادر بول عائله باش ينجم يعيد عليه. العلوش هذاك ما تنجمش تاخذه على 17 و18 دينار او حتى على 20، ما هوش موجود انه يتباع خارج المسالك القانونيه. واختموا بخبر اخر ممكن برشا تسالوا عليه اللي هو حكايه مقاومه الجفاف وشنو حكايه الاستمطار. البارح على هامش اللي هو كان المنتدى العالمي للمياه بجزيرة بالي الأندونيسية، شارك وزير الفلاحة سيد وزير الفلاحة على رأس وفد رفيع المستوى من تونس، وحكيوا على أنه بعض الاتفاقيات صارت مع الجانب الأندونيسي أهمها الاستمطار. الاستمطار هذه هي عملية صناعية لتوليد الأمطار، معناتها البلدان اللي تعاني في الجفاف ساعات تصير لها بعض المشاكل في التساقطات وكذا ودرشني. اللي نجموا يعملوه انهم يعملوا فما نوع من طيارات يعملوا طلعات جويه ويمشيوا يحقنوا بعض المواد الكيميائيه باش نجم هذيك تحفز الامطار باش نجم تصب. هذا راهو نبيل الحكايه تكنيكمون معمول بها في عديد الدول بما فيها بلدان الخليج اللي هم من اكثر خاصة بلدان الخليج اللي هم يطبقوا فيها واللي هم استصدروا فتوى في الحكايه هذه. قال لك شرعا تجوز لانه فيها مصلحه العباد، لانها معناتها تراعي مصلحه الناس، والتعاون مع اندونيسيا باش يكون مهم جدا لان البلاد هذيا عندها تجربه كبيره في العكس، راه مش في الاسم مش في انها توليد الامطار، في منع الامطار، لانه عندهم تساقطات كبيره من الامطار وقت تصب في مواسم الحصاد مثلا نجم تضر المحصول. شو يعمل هما؟ يعملوا العمليه بطريقه عكسيه باش نجم الامطار ما تصبش لما فيه مصلحه تونس. الاستمطار هذا قال لك باش يصير فوق السدود ان شاء الله، باش نحاولوا نعبيه اكثر لانه سمعنا برشا كلام من السوناد وكانت طمنت المواطنين قالت راهو حكيت قصان الماء والامدادات وكذا راهو مش بتصير، معناتها في العيد قدره ربي كان سهل ربي معناتها باش تكون لكل مريق الناس الكل باش تكون عندها الماء لانقطاعات ممكن في فتره الذروه في الصيف حاجه اخرى، اما على الاقل في البريود هذايا رانا مازلنا ناقصين في الماء، ومع هذيك السوريات باش توفي بالتزاماتها الكل. هذا بالنسبه لتطمينات لبعض المواطنين. في الاطار هذايا برنامج كامل للامم المتحده يبحث في المؤتمر الاقليمي حول نزاهه قطاع المياه في المنطقه العربيه، يبحث في المخاطر والحلول اللي نجموا يعطيوها. في الاخر قالوا اللي يلزم نحطوا سياسات مشتركه عربيه يتم تطبيقها لتعزيز حوكمه قطاع المياه وتطويره، لانه فيه اشكاليات القطاع هذايا بما في ذلك فما اشكاليات فساد. يقولوا للدول والحكومات العربية والشركاء الدوليين يزم يخدموا مع بعضهم في الإطار هذية. خسارة الاستثمار في قطاع المياه توصل ل 40% خسارة. خسارة ليه المياه؟ وإحنا اسمع مانيش عاطينا قيمته اللي يلزم، معناتها المياه راه بالحق ناس قاعدة تشوف كيفاش تسالك في المياه وكيفاش تبذر. أنا حكي لي صديق مشى لجنوب أفريقيا قال لك جنوب أفريقيا من المطار وأنت داخل فما دي دوبليون، معناتها هذوك ماك الأكل أوراقك الصغار اللي تفرقوا في المطار، يقول لك راك أنت داخل البلاد رانا احنا نرشدوا ياسر سالك المياه، راه في الأوتيل تستعمل هكا وهكا، راه في الريستورون تستعمل هكا وهكا، رغم أنه جنوب أفريقيا كمان معناتها عندها تساقطات موجود المطر مش بصفة كبيرة كمان، وخاطر أفريقيا الكل افريقيا ككل من اكثر البلايص في العالم اللي عندها مشاكل نتاع امطار. اما راهو ترشيد الاستهلاك يبدا من العائله من البو من الصغار من المدرسه من اي بلاصه انت موجود فيها. ان شاء الله ما نوصلوش للحاله هذه لانه حتى كان الامطار ما صابتش
ان شاء الله ربي يرحمنا في الحالات الكل. فما دي تكنيك قاعدين نعملوا فيهم والاكثر من هكا الطرف اللي موجود نستحفظوا عليه نستحفظوا عليه. يعطيك صحه حسام. شكرا لك حسام دير همامي في الزابينغ. بعد لحظات نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي باش نعرفوا اخبار الطقس واحواله.